لكل دولة سلسلة من الحضارات تتراكم عبر التاريخ لتشكل البصمة التي تميزها عن غيرها كأسلوب حياة. تصدرت كوريا الشمالية مؤخرا الخطوط العريضة للصحافة العالمية، وذاع صيتها بتهديدها لكبرى الدول أمريكا. ورغم ذلك فالأقلية منا على اطلاع بأنماط سلوك شعبها، وبالاقتراب قليلا نجد أمورا غريبة ومحيرة وأخرى تدعو إلى الدهشة. معا نستعرض بعض الأمور الخارجة عن المألوف، ابقوا معنا. تبلغ المساحة الكلية لكوريا الشمالية حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع، تقع في شرق آسيا وعاصمتها بيونغ بانغ وهي أكبر مدنها. تمتاز كوريا الشمالية بأنها تضم تركيبة سكانية متجانسة عرقيا ولغويا بين فئات عمرية مختلفة من جميع أنحاء العالم. يبلغ عدد سكانها ما يقارب 24 مليون نسمة، ويعتبر نظام الحكم فيها جمهوريا قائما على الانتخابات العامة، ولكن في الحقيقة هي دولة ديكتاتورية يقوم نظام الحكم فيها على حزب واحد وهو حزب العمال الكوري، فهو يسيطر على البلاد بزعامة كيم جونغ أون. تبلغ نسبة التعليم فيها 100%، ولا يوجد للأمية بين مواطنيها فجميعهم متعلمون. يمنع الرجال من إطالة شعرهم أكثر من 5 سنتيمتر، بينما تختار النساء قصة من أصل 14 قصة للشعر. تبلغ عدد الطرق والشوارع فيها حوالي 25,000 كيلومتر، بينما تبلغ عدد الطرق المعبدة منها حوالي 3% فقط، أي ما يقارب 700 كيلومتر. سكان كوريا لا يستخدمون السكاكين لتقطيع الطعام، بل يستخدمون المقص لذلك. شوارع كوريا ومدنها خالية تماما من السيارات الأجنبية وخاصة اليابانية، وتمتاز بأن جميع سياراتها فقط كورية. يعتبر التصفير من الأشياء المحرمة لدى الشعب الكوري، فهم لا يصفرون ولا يعرفون آلية التصفير. لا وقت فراغ لدى معظم العاملين فيها، فعدد أيام العمل 6 أيام، بالإضافة إلى يوم إضافي تطوعي شبه مفروض عليهم. زراعة الحشيش وامتلاكها قانونيا هناك، حيث يعتبرونها أنها بديل صحي للسجائر. يبلغ عدد الجيش الاحتياطي فيها ما يقارب 13 مليون جندي، ومعظمهم من النساء، أي ضعفي عدد سكان النرويج 2.5. يمنع استخدام الإنترنت أو الأجهزة الذكية بدون تصريح قانوني، ومن الجدير بالذكر أنه من يخالف هذه القواعد تكون عقوبته الإعدام بطرق بشعة جدا، هو وعائلته أيضا. شكرا لكم على المشاهدة، والآن كيف وجدتم كوريا الشمالية؟ اكتبوا لي في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد الحياة الوثائقية.